الجنس في مصر، وقبل كده يعني نسب اليك تصريح خطير انه نص مش عارف مصريين عندهم ضعف، والواشنطن بوست خدت منك الكلام. هل انت يعني بناء على دراسات وصلت لهذا الرقم انه نص رجاله مصر عندهم ضعف جنسي؟ والله مش انا اللي قلت ده، كان هو الموضوع اتاخد مني على انه يعني ده تصريح خاص بيا، لكن ده ما كانش تصريح خاص بيا، ده كان تقرير من جمعيه الذكوره المصريه المعتمده، تقرير من جامعه بنها، وتقدر ترجع للنت وتشوف الحاجات دي. ده كان تقريرهم هم، وما كانش 50%، ده كان 64%. يعني التقرير بيقول ان طيب هل التقرير ده جاب سيره الضعف الجنسي عند النساء؟ يعني انا سالك السؤال ده عشان اسالك السؤال ده. لا طبعا، ما كان الكلام على الذكور وليس النساء. وليس النساء. هل انت ترى ان المراه المصريه عندها عجز؟ لا والله، انا شايف ان الـ ولا اسمه برود ولا عجز، برود جن نفور، خلينا نقول نفور او برود. هو مش لا برود ولا نفور ولا عجز. هو عدم ثقافه جنسيه. انا شايف ان احنا الكلام في المواضيع دي احنا كمصريين بناخدها ب ب ب ب ب ب يعني بانها حاجه مش اخلاقيه او مش مؤدبه نتكلم فيها بصفه علنيه، لكن ده مرض زيه زي امراض كتير موجوده. فبالظبط، هو يعني احنا لو ظلينا ساكتين عن ده الظاهره هتنتشر بدون، ويمكن يبقى في بلاوي تانية نتيجه الصمت عنها يعني. فاحنا ليه طيب. ده كلام علمي والكلام ما يعني ما فيش فيه اساءه اخلاقيه ولا المقصود به ولا الهدف منه صحيح. ان الاساءه للمراه او للرجل، لكن اي مشكله يا محمد بيه عايزين نحلها يجب ان نواجهها ونواجهها بالظبط، وهذا منهجنا في البرنامج. اخر سؤال هيقول لك الدكتور كريم، اتفضل. معلش يا سياده النائب، احنا دلوقتي عندنا الصنف اللي هو البلاجر الحريمي لما نزل او هينزل، نزل ب 20 جنيه القرص، يعني ب 200 جنيه تسعيره. الصنف ده لما نزل الفياجرا الثانيه الرجالي كانت نازله بنفس السعر، ورخصت بعدها بخمس سنين بقت بسعرها 10 جنيه القرص. احنا عايزين نعرف حضرتك يعني في الوزاره، في وزاره الصحه، ازاي بيسعروا وبناء على ايه التسعير ده بيتم، وهل دي بقى فيها مجاملات ولا هي قصه ايه؟ لان الصنف سعره عالميا مش ده السعر. يبقى احنا بنسعر في مصر بناء على ايه؟ احنا ما عندناش هيئه عليا للدواء، يبقى احنا ما عندناش غير هي وزاره الصحه اللي بتسعر، اللي هي اداره التسعير جوه الوزاره. بتسعر بناء على ايه؟ طيب. وعندها ناخد الاجابه بسرعه استاذ سياده النائب، اتفضل. يا فندم، اولا وزاره الصحه ما بتسعرش غير الاسعار العالميه، لكن الاسعار اللي بتنزل من وزاره الصحه مش هي بتاع المنتج العالمي، ده دي منتج بينتج هنا او بيجي من بلاد اخرى او غير الشركه الاساسيه اللي بتنتجه عالي. وبالتالي بيبقى زي العلاج البديل كده، يعني انت عندك كل الادويه بتلاقي الدواء الاصلي او الشركه اللي طلعته بتقول الدواء ده ب 100 جنيه، تيجي شركه ثانيه تعمله باقل كفاءه وتعمله ب 10 جنيه. هو السيستم في سن لا انا في نظام اللي هو نظام البوكسات. البوكسات. لكن ده براند، صنف اللي نزلنا ده براند. شكرا سياده النائب الهامي عجينه، شكرا. استاذ وسام، رايك في هذا الكلام؟